مساء الخير عليكم، مساء الفل على متابعينا ومشاهدينا ومشاهدي برنامج كتاب مفتوح. صفحة جديدة من صفحاتنا كالعادة اللي بننتظرها كلنا وبتنتظروها معانا. صفحة شيقة جدا النهاردة، بس حبيت أنوه بس وأقول عيد الحب خلص، اللي احنا مش معترفين ان هو يوم واحد، ولكن كل يوم احنا بنعيشه حلو وبصحة طيبة فهو حب. خلينا نحب بعض ونعبر، وكل واحد طبيعي بيعبر عن الحب بطريقته وبثقافته، ولكن في الأول وفي الآخر خلينا نحب بعض. اهلا بيك صديقي الاعلامي محمود صلاح. استاذه حنان زميلتي العزيزه، مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل مشاهدين برنامج كتاب مفتوح. النهارده صفحه جديده على قناه الصحه والجمال. استاذه حنان، ايوه يعني بتتكلمي عن الحب وعيد الحب، فاحنا هنقول ان عيد الحب مش شرط انك انت يكون سنجل او انك انت يكون في واحده بتحبها، لا، تحب اهلك، تحب اصحابك، تحب بيتك، تحب ناسك، وكل سنة طيبين وكل عيد حب سعيد عليكم. كل عيد حب سعيد علينا. عايزين نخش بقى في موضوعنا بسرعة عشان احنا كالعادة عارفين الوقت الحلو بيجري بسرعة. النهاردة بقى معانا ترند، ايوه، عمل ضجة على السوشيال ميديا، اللي هو زواج التجربة. التجربة، زواج التجربة. طبعا معانا تقارير كلنا هنتفرج عليه، بس الاول نعرف زواج التجربة اللي طلع عمل الترند. زواج التجربة هو ما اصلا ما فيش حاجة اسمها زواج تجربة. تمام. لا في شرع ولا في قانون، هي كانت مبادرة بس من خلال التواصل الاجتماعي يا محمود من المحامي الدكتور، طبعا دكتور مهران، ولكن هي اتفهمت غلط من خلال التواصل الاجتماعي، فاحنا دورنا ان احنا بنوضح الحقيقة. تمام. فاحنا هو ما فيش زواج اسمه زواج التجربة اصلا. لا، هو يعني هي حاجة محرمة، او احنا في ناس، بلاش احنا يعني كشعب بنحب ناخد حاجات ونحط عليها حاجات تانية، نعمل بيها حاجات تانية، ممكن ناخد منظر ونخليه منظر تاني. فللأسف يا جماعة مفيش حاجة اسمها زواج تجربة، دي حاجة حرام شرعا وقانونا. دي البروباجندات الإعلامية والشو الإعلامي يا محمود. يعني مثلا لو في مبادرة فعلا، أو بالفعل هو في مبادرة ولكن كانت بمعنى تاني خالص، ولكن الشو والبروباجندا الاعلاميه خدوها وخلوها ان هو فعلا في حاجه اسمها زواج تجربه. تعالوا يلا نجرب ونشوف ايه الملابسات اللي حصلت من خلال التواصل الاجتماعي يا محمود عن زواج التجربه. هو انا مش شايف اصلا ان ده موضوع، دي حاجه كده عملت ترند وهي حاجه اصلا حرام. ايوه، يعني ولا قانونا كمان اصلا، ما فيش قانون بيشرعها اساسا. يعني انا طلع استاذ حنان بقول لهم ان مش اي حاجه احنا نشوفها هنعملها بالظبط، مش اي حاجه نشوفها هنصدقها. انا هوريكم بقى سبب. مش اي حاجه نشوفها نصدقها، مش اي حاجه نسمعها نصدقها. طبعا. ايوه، يعني لازم يكون في يعني حاجات زي اللي انا هوريها لكم. احنا طبعا معانا تقرير في الكنترول لصور عقد كانت اصلا بسبب مشكله. ايوه، كانت ما بين راجل ومراته. بالظبط كده، وتقريبا اهل الزوجه حبوا يعملوا ورقه عشان يضمنوا حق بنتهم بعد اهانتها. يعني فالورقه دي طبعا، يعني هم اساسا برضو للتوضيح، هم اساسا متزوجين، حصل بينهم مشكله فحبوا بس لمجرد ان يتعهد ان هو مش هيعمل كده تاني، مش اكتر. تمام. فيعني مش اللي هو بقى ان احنا مش هتجربها تاني، مش هتعيد المشكله دي تاني، ولكن هو مش زواج تجربه بالمعنى المفهوم الخاطئ. هم كانوا استاذه بيضمنوا حق بنتهم. ايوه، فالورقه اتاخدت بطريقه غلط طبعا. أيوة. حتى في السوشيال ميديا الله يبارك. أيوة لها. ايوه طبعا. فاتاخدت الورقه بطريقه غلط، اتحطت في مكان غلط، فطلع عمل الترند. طبعا الترند اللي احنا قلناه بتاع زواج التجربه، اللي احنا اصلا بنقول مفيش حاجه اسمها زواج تجربه طبعا. تمام. وحرام، يعني هو اصلا حرام، يعني بقى مش عرفي، احنا ما بنتكلمش في زواج عرفي، ده زواج يعني اسمه اصلا ناطق معناه. والمشكله دي يعني تفخمت وكبرت لما طبعا تم اظهار العقود على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا بنقول برضو التواصل الاجتماعي مش هو مصدر لاي معلومه. لا طبعا، يعني مش عشان حد حط كده بوست عشان يعني يعمل مشاهدات كتيره ولا حاجه فاحنا نصدقها. لازم نرجع للمصدر يا جماعه. بيعمل سبك عشان يجمع لصفحته برضه، فاهم الناس كتيرة. معلومه. أيوة. يا جماعه اي حد بيعمل اي حاجه فهو بيبقى محتاج يعني عشان يعمل شير او تعمل كومنت او تعمل لايك، كلنا فاهمين الكلام ده طبعا من السوشيال ميديا، وهي دلوقتي سبب كبير ان هي تنجح بني ادم، تطلعه سبع سما وتجيب بني ادم سبع ارض. كان في كمان يعني كان العنوان كان زواج المشارطه، او اللي هو بين قوسين التجربه، يعني برضو للتوضيح. ولو معانا مداخله طبعا من صاحب المبادره يبقى افضل ناكد الكلام اللي احنا بنقوله.
طيب ومعانا مكالمه هاتفيه من الدكتور احمد. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا وسهلا بيك، مساء الخير. مساء الخير، اخبارك؟ انا زي الفل، انتوا عاملين ايه؟ والله احنا تمام، يا رب تكون حضرتك كله تمام بخير. الحمد لله، اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يخليكي، اهلا وسهلا بيكي يا استاذه حنان. اهلا بيك استاذ احمد. ايه رايك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، زواج المشاركه؟ ايه هو انت مش عارفه ان انا الدكتور احمد مهران صاحبي؟ عارفه طبعا، عارفه ازاي يعني يا دكتور؟ اما احنا عارفين حضرتك، انا عاملها ما اكيد انا شايفها. احنا بنقول حضرتك صاحب المبادره، فتوضيحا للمفهوم الخاطئ اتفضل معاك التليفون. مفهوم ايه الخاطئ؟ قولي لي فين المفهوم الخاطئ؟ بتهيألي الناس كلها فهمت ان مبادره زواج التجربه دي مش معناها ان ده عقد جواز، لا هو جواز متعه ولا هو جواز مسيار ولا جواز محدد المده بثلاث سنين ولا اي حاجه من الكلام الفارغ ده. تمام، ده كل ده كل ده كلام اشيع على مواقع التواصل الاجتماعي. الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي خدوا الفكره وبداوا يعملوا ترندات ونكت على الموضوع. فالناس خدت يعني خدت التريقه والهزار على ان هو جد، عملته بشكل كوميكس يعني. ايوه بشكل كوميكس. أيوة. ان بقى هنجرب الاول وهتبقى متطلقه ولا متجربه بالظبط، واروح اقول لابوها انا بطلب ايد بنتك ولا بطلب اجرب بنتك. ده كلام، ده كلام، ده والهزار ده الناس فهمته غلط. لكن الحقيقه ان ده عقد صلح، ما هوش جواز اصلا، ولا جواز مشروط ولا جواز مش مشروط. تمام، ده عقد صلح بين زوجين بينهم خلافات ومتجوزين بقالهم كام سنه وعايزين يتطلقوا. تمام، فبنقول لهم جربوا تدوا بعض فرصه اخيره، ولكن الفرصه دي المره دي هتبقى مختلفه عن اي فرصه قبل كده. أيوة. لان لما بنقول للست كده بتقول لك انا اديته 200 فرصه، ده مفيش فايده فيه، ده ما يتعاشرش. أيوة. بنقول لها معلش اديله فرصه اخيره، بس المره دي الفرصه هتبقى بشكل مختلف. ازاي؟ هنخلي الفرصه دي مكتوبه في عقد اتفاق يعني. بالظبط، لا عقد اتفاق. بتحط أيوة. فيه شروطك وطلباتك ايه عشان توافقي انك تديله فرصه اخيره وترجعوا تعيشوا مع بعض تاني، ولو لفرصه اخيره عشان ما تتطلقوش وعشان نحافظ على البيت والولاد ونقلل الطلاق شويه في مصر. الاحصائيات الحكوميه بتقول ده حقيقي للاسف. الطلاق كل دقيقتين. طب يا دكتور بعد اذنك، اتفضل. هو حضرتك بس يعني تنصح الناس اللي شافت الترند او شافت السبك ده بايه؟ يعني تقدر تقول لهم ايه ان هم ما يسمعوش؟ اقول لهم اقروا، الناس ما بتقراش، بياخدوا كلمه عنوان وبيع. تمام يا فندم، بياخدوا عنوان بيعملوا عليه ترندات، وده للاسف مشكله كبيره جدا. الموضوع بقى ترند وانا ما كنتش اعرف ولا كنت اتوقع ولا كنت اتخيل، ده كان ترند عالمي لمده 4 ايام. بس رب ضرته نافعه يا دكتور احمد. يمكن احنا بس بنهمس في ودان الشعب المصري او الناس كلها عموما، بنقول لهم اصبروا على بعض. غير القرايه كمان يا دكتور، غير القرايه احنا بنقول لهم اصبروا على بعض. الحياه مش أيوة. مش يعني أيوة انت عملت ايه وانا عملت ايه، لا يعني. والنهارده اتجوزنا، في دلوقتي زيجات 20 يوم بس بتتم وبيتطلقوا. انا عندي حالات كده فعلا للاسف. ده حقيقي للاسف، بيصطدموا بالواقع والمسؤوليه. هم فاكرين انها ايه، انها طالعه رحله. أيوة. وان هو طالع رحله وهيقضي يومين كده حلوين، احنا هنجرب. الحياه مشيت ماشي، ما مشيتش خلاص. لا يعني للاسف عدم الاحساس بالمسؤوليه والتربيه على الاحساس بالمسؤوليه من قبل الاهالي خلوا الاولاد والبنات مش مدركين يعني ايه بيت وحياه ومسؤوليه وزوجه والتزام. فبيلاقي نفسه فجاه كده غمض وفتح، لقى نفسه مسؤول عن بيت وزوجه ومصاريف وايجار وبعدين باولاد وتربيه فيلاقي نفسه عايز يهرب من المسؤوليه. وهي كمان ايه ده، انا بقيت خلاص مربوطه للشخص ده وشغاله في البيت، بخدمه وباكله وبشربه وبغسل هدومه، يعني مش هخرج مع اصحابي، يعني مش هتصور بقى وانزل صوري على الانستجرام وانا لابسه مش عارفه ايه. تلاقي الكلام ده كله بقى ممنوع وبقى فيه قيود جديده عليها بتفرضها الحياه الاسريه وبيفرضها المجتمع، فتلاقي نفسها اتخنقت بسرعه. دلوقتي بيزهقوا ويتخنقوا ويطلبوا الطلاق بسرعه. كل البيوت في اي مكان في اي دوله فيها مشاكل عائليه وفيها مشاكل اسريه. دكتور احمد، نعم حضرتك، بس هتاكد على كلامي في صوره العقد اللي انتشرت على السوشيال ميديا. العقد ايه اللي هتاكد تاني؟ معلش، هتاكد على كلامي في صوره العقد اللي انتشرت على السوشيال ميديا. انت لو بصيت العقد، لو انت عندك العقد الاعداد جابه لك على الشاشه، طيب. هتلاقي مكتوب فوق عقد اتفاق، مش عقد جواز، عقد اتفاق على مشاركه. تمام. فعلا
اتفاق مصالحه كمان يعني. البند التمهيدي في الورقه الاولى، البند التمهيدي في الورقه الاولى مكتوب فيه حيث تجوز الطرفان على يد ماذون الناحيه زواج شرعي رسمي. ماذون يا فندم؟ ناحيه. نعم اتفضل. نعم. يا دكتور اتفضل. في البند التمهيدي في الورقه الاولى لو الناس نزلت بعينيها بس، يعني انت عندك العنوان فوق عقد اتفاق، تحت منه اسم المبادره ما بين قوسين زواج التجربه. في نفس الورقه دي في البند التمهيدي مكتوب حيث تزوج الطرفان على يد ماذون الناحيه. انا بتكلم معايا مكالمه على يد ماذون الناحيه، وواضح جدا ان ده زواج مؤبد غير محدد المده، مش زي ما الناس تخيلت او زي ما اشاعوا او زي ما قالوا ده جواز. ما اعرفش منين جابوا ان ده جواز اصلا وهو مش عقد جواز، وما اعرفش منين جابوا انه محدد المده وشبعنا بثلاث سنين. انا ما اعرفش. البروباجندا يا دكتور احمد، البروباجندا الاعلاميه والشو. في مرض دلوقتي، مرض السوشيال ميديا والترندات. أيوة. على يعني فالحمد لله طبعا بنشكرك. انا بشكركم جدا يا جماعه. حصري. احنا بنشكر حضرتك يا دكتور ومداخلتك للتوضيح. حضرتك اضافه قويه لبرنامج كتاب مفتوح. استاذه حنان نشكر طبعاً. دكتور احمد مهران طبعا صاحب المبادره طبعا يعني عقد اتفاق ومسبق فيه زواج. يعني بنشرط عليه وبنقول له اوعى تعمل كده تاني، اتخذ بقى بشكل تاني ان هو زواج التجربه. كتاب مفتوح طبعا عودنا ان احنا بنوضح الحقائق وعنوان الحقيقه محمود. تمام. احنا وبس مش عنوان الحقيقه. لا ده احنا لكل مواطن صفحه. كتاب مفتوح لكل مواطن صفحه. ونطلع فاصل ونرجع لكم بفقره جديده، استنونا. رددوا كلام غير صحيح وقالوا عنه كلام غير صحيح، وقالوا ان ده عقد جواز وان ده جواز متعه وان جواز محدد المده وانه جواز مقيد فيه الطلاق، والحقيقه غير كده خالص. للاسف الناس ما بتقراش، لو قروا كانوا عرفوا ان مكتوب فوق في العنوان ان ده عقد اتفاق على مشرطه زواج، يعني ده عقد اتفاق على شروط لاستمرار الحياه الزوجيه. ولو خدتوا بالكم هتلاقوا في البند التمهيدي مكتوب حيث تزوج الطرفان على يد ماذون الناحيه زواج شرعي رسمي. على سنه الله ورسوله. لا العقد يا جماعه اللي هو اللي كان على مواقع التواصل الاجتماعي. ايه هو البند التمهيدي كده وري الناس. حيث تزوج الطرفان زواج رسمي شرعي مؤبد على يد الماذون، وان والدها ابوها كان هو الولي اللي جوزها في مجلس عقد الزواج، وفي وجود شهود، وان الفرح تم في منزل العيله. كل الحكايه ان العقد ده هو عقد صلح. يا جماعه ارجوكم قبل ما تتسرعوا في الاحكام، ده مش عقد جواز ولا جواز تجربه، ولا في حاجه اسمها جواز تجربه، ولا ينفع لا في الشرع ولا في الاسلام. ولو بيان الازهر وبيان دار الافتاء اللي صدر مؤخرا حول الموضوع ده انا متفق معاه شكلا وموضوعا، لأن مفيش حاجة اسمها جواز متعة ولا جواز محدد المدة في سنتين ولا ثلاثة، الكلام ده ليس من الإسلام وكلام يخالف السنة ويخالف العقيدة. الحقيقة إن ده عقد صلح بين زوجين، دول يا جماعة زي ما قلت لكم عقد اتفاق على شروط استمرار الحياة الزوجية، وهنا في التمهيد إن دول متجوزين، دول زوج وزوجة كان بينهم مشاكل زوجية وكانوا عايزين يتطلقوا، فإحنا قدرنا إن إحنا نوفق ما بينهم ونصلح ما بينهم، وعملنا لهم مجلس عرفي للاصلاح بين الزوجين دول، لكن الزوجه كان ليها شروط عشان تقبل انها ترجع تاني تعيش مع الراجل ده مره تانيه بعد ما كانت طالبه الطلاق، وقالت انا مش ممكن ارجع اخد تجربه الحياه الزوجيه، وده اللي خلاني خدت الاسم ده. قالت انا مش ممكن ارجع اخد تجربه الحياه الزوجيه مع الراجل ده الا اذا كان في شروط وضمانات تضمن لي انه مش هيرجع يتصرف بنفس التصرفات القديمه. ويعمل نفس الحاجات اللي كانت بتزعلها، وطلبت ان احنا نكتب الكلام ده في عقد، فعملنا عقد صلح، عقد صلح بين زوجين، ولكنه صلح مشروط بشروط معينه هما الاثنين اتفقوا عليها عشان يرجعوا تاني تستمر بينهم الحياه الزوجيه، لكن له عقد جواز ولا جواز محدد المده ولا اي حاجه من ده. فكره ان الست تقول انا مش ممكن اخد تجربه الحياه الزوجيه مع الراجل ده مره اخرى او حالي بفكره اسم المبادره، ولان الستات كتير بيقولوا ان الجواز تجربه فاشله وان الجواز تجربه قاسيه وانا لا يمكن اخد التجربه دي مره ثانيه، فانا استنبطت واستخلصت من كلام الستات عنوان المبادره وسميتها مبادره زواج التجربه، لكن ده مش معناه وانا ما اقصدش منه ان احنا هنجرب شويه ونتطلق، لان العقد ده ما بيتكتبش عند الجواز. المشرع المصري عمل حاجه اسمها قسيمه زواج،
بتطبعها وزاره العدل، وبعد موافقه الازهر وشرعيه ده عملوا خانه للشروط. ورجعنا لكم تاني في فقره جديده وهي حصلت سبك يعني حادث للاسف، معلش انا بس حوار مزعلني. فسبق حصل في منطقه شبرا. استاذه حنان، في حاجه حصلت الايام اللي فاتت جديده جدا. هي واقعه حصلت وانفراد حصري لبرنامج كتاب مفتوح. طبعا كالعاده زي ما عودناكم ان احنا دايما نبحث عن الحوادث اللي بتحصل لنا عشان نبقى يعني مش سلبيين يا محمود، ولكن بنلقي الضوء على قضايانا وان احنا ازاي نهمس في ودان متابعينا ومشاهدينا، نخلي بالنا ازاي بالظبط. يعني دي واقع حصلت بقى، دي يعني جريمه يعني حقيقي انسانيه، مش عارف انتوا تحسبوها ازاي. انا حاسبها انا اصلا من جوايا وانا بقرا السكريبت او بشوف التقرير بتاع المشكله، تقريبا انا اتهزيت يا محمود شويه. فعلا يعني ممكن البرجله اللي انت اتبرجلتها ان انت استعدت تاني موضوع المشكله والحادثه نفسها بالظبط. فده يعني اب وواحد رايح يتقدم لبنته وبيقول له انا عاوز اطلب ايد بنتك، وراجل تقريبا والدها والد البنت استحمل ظروفه وواقف يعني وافق على ظروفه، وحصل بقى المشكله كبيره لسببها الجريمه، مبلغ ثمنه 1200 جنيه ثمن المأذون. ايوه. فالشاب بعد ما طلب منه والد العروسه مبلغ المأذون رد عليه وقال له بنتك حامل مني. فطبعا الاب اهتز زي مشاعر اي اب وحصلت الواقعه. طبعا هنوريكم صوره الجاني والمجني عليه. انا بقى كمحمود مش عارف الاب هو اللي صح ولا الولد اللي لسه صغير هو اللي صح، مش عارف مين الجاني ومين المجني عليه. وهستنى متابعتكم وهستنى رايكم بعد ما تعرفوا القضيه. استاذه حنان هتقول لكم بشكل اكبر سبق القضيه. استاذه حنان، عايز اقول لك يا محمود او اقول لمشاهدينا ومتابعينا ان هي اغلب المناطق الشعبيه بتبقى حريصه قوي على الموضوع ده، او يعني لما بيصيبوا باي اصابه فيه فبيسموه فضيحه. بالظبط. فالبنت تغيبت فعلا عن البيت 5 ايام، ودي مشكله كبيره جدا. وبعد ما رجعت قالت لوالدها انها تغيبت مع شخص ما، الشخص ما ده هيتقدم لي، جه بالفعل عايزين نعرض المشكله بسرعه ونقولها، جه بالفعل اتقدم والوالد وافق وكل حاجه. بس زي ما قلت يا محمود عند طلب الوالد من الولد ان هو يدفع حق المأذون خلاص، راح قال له البنت حامل، فالاب قام على طول بسكينه طبعا شرفي وراح ضرب الولد بكذا طعنات وتوفى الولد. عايز اقول احنا وصلنا لحد فين يا محمود؟ السؤال هنا بقى يا استاذه حنان، السؤال اللي انا محتار من ساعه ما سمعت الخبر فعلا، السؤال مين الجاني ومين المجني عليه، الاب ولا الولد؟ مين الضحيه؟ السؤال ده نسيبه بقى لكتاب مفتوح، اكيد بقى من خلال الصفحه ردوا علينا مين الجاني ومين المجني عليه. احنا ليه وصلنا بهذا الشكل في مجتمعنا الشرقي؟ يعني انا بقول مجتمعنا الشرقي لان الحاجات دي ما كانتش موجوده اصلا. يعني بالزبط. البنت تتغيب 5 ايام وبعد ما تغيبت راجعه عادي وبتقول لوالدها ان انا كنت فعلا مع الشاب دوت والشاب اتقدم وكده، ولمجرد ان هو عرف ان البنت اخطات راح موت الولد. والدها استوعب فعلا، قعد بالفعل مع الولد واتفقوا معاه على كل حاجه، وجه عند وهو بيطلب منه 1200 جنيه يا جماعه فلوس المأذون، الولد قال له للاسف انا معيش ال 1200 جنيه وبنتك حامل مني. طبعا الاب اتهوس شرفه، وبعد هوسته يا محمود كمان ده هو بلغ يعني قال للناس بلغوا عني انا. أيوة فعلا هو خرج الشارع وقال انا قتلته وخدت حقي، انا خدت حقي وخدت شرف بنتي من الولد. طبعا هو مش عارف هم عرضوا الصور معانا، صور المتهم او صور الجاني والمجني عليه هيبقوا معانا دلوقتي حالا.
قوات الامن طبعا اتحركت ويعني قبضت على الوالد. وفي ناس هربت كمان. القضيه لسه شغاله مفتوحه، لسه ما فيش فيها قرارات. احنا طبعا حبينا بس نعرفكم، حبينا نعرض بس المشكله من خلال كتاب مفتوح من خلال كتاب مفتوح حصري. يعني النصايح بتاعه كتاب مفتوح ازاي نوجه هذا المجتمع الغريب اللي اصبح يعني احنا مسمينه دايما مجتمع شرقي، مجتمع بس شرقي بس باللي احنا فيه دوت ما بقاش شرقي خالص. لا لا، هو ولا شرقي كده ولا غربي، يعني هو يتقال عليه اسم تاني انا مش هقوله. احنا لازم بس نرجع لديننا شويه، لازم نلتزم، لازم بقى يا جماعه نربي اولادنا حلو قوي بقى. لازم نرجع لديننا يا استاذه حنان، ونربي عيالنا قوي، ونعلم بناتنا يعرفوا مين ما يعرفوش مين، بالزبط. تقف مع مين، تتكلم مع مين، مين بتتعامل معاه في الشغل، والاب والام يصاحبوا ولادهم يا محمود، ده هم قدوه. القدوه لازم تصاحبوا ولادكم القدوة عشان يحكوا لكم كل حاجه. يعني ده 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 قدوتك طبعا، ده يعني ده ابوك والدتك اخوك الكبير ده قدوتك، وانت برضو واجب عليك يا قدوه ان حضرتك تسال عيالك طبعا، وتهتم بشؤونهم. اقل شؤون عندهم او اقل حاجه عندهم تقدر حضرتك تستثمرها فيهم، مش تستثمرها فيك انت، لا تستثمرها فيهم، تشوف عيالك نفسهم عايزين يعملوا ايه، ايه مشكلتهم، ايه اللي بيفكروا فيه. حل لهم واسمع لهم، احتوي ولادك. يعني لازم نحتوي اولادنا ونربيهم ونقعد نسمع لهم. طبعا طبعا. امال احنا بنخلفهم ليه؟ واحنا نخلف ونرمي يا استاذه حنان؟ احنا كده بنخلف ونرمي؟ لو احنا مش هنسمع لهم مين هيسمع لهم؟ هيضطروا يلجأوا بره لحد يسمع لهم. ومعانا مكالمه هاتفيه من سياده المستشار. اهلا وسهلا سياده المستشار. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كان ليا مداخله بخصوص القضيه اللي هي المثاره، اللي هي قضيه القتل. بالظبط. بالمتهم علي. بالظبط. حضرتك يعني دلوقتي احنا ما نقدرش نلوم على شخص بعينه بالنسبه للواقعه، الواقعه دي البيئه والظروف اللي عاش فيها هي اللي لها الاثر الكبير. تمام. يا لسه استاذ حنان كان بيقول كده. فالنهارده يعني حضرتك بالنسبه لواقعه زي دي، هي اللي بنته اللي هي اصلا اللي هو مربيها في منطقه عشوائيه، وهو كان بيحاول اللي هو يحتويها بقدر استطاعته وقدر تفكيره. تمام. لكن هنا الظروف اغلى، يعني كانت اشد منه. طبعا المكان اللي هو كان عايش فيه مكان يا دوبك في الدور الارضي، هي منطقه شبرا. ده مكان شغله ومكان السكنه. تمام. يعني مكان السكنه وفي نفس الوقت مكان، فكان غصب عنه اللي هي ممكن تتعرض لاي حد. لا طبعا، معدي يلفت نظرها بغض النظر عن المكان كدا. يا استاذي لا، هو احنا مش مالناش دعوه بالمكان العشوائي بغض النظر عن المكان، هو المكان بيحصل في اي حاجه أصلاً. يعني قضية اجتماعية بحتة، عادية اجتماعية اخلاقية بحتة. طبعا. تمام. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ما هو ده المجتمع اللي هو عايش فيه، ما هو ده اللي ليه تأثير عليهم يا فندم. هو ليه تأثير بس مش كل حاجة برضه هنرميها على طبعًا. الاماكن الشعبية طبعًا. لا لا، احنا مش عايزين نرمي على المناطق الشعبية، فيها المناطق الشعبية فيها ناس جدعة قوي على جدا لكن احنا بنتكلم على فكر محدود بالنسبة لشخص محدود. الراجل ده راجل اصلا، يعني سوري في الكلمة، هو راجل اصلا يعني عرباج، يعني بين قوسين كده عرباجي، يعني تفكيره تفكير محدود. تمام. النهارده عشان يجي يربي، هيربي بنته، بيربيها على قد تفكيره هو، يعني بس اهم حاجه بالنسبه له الشرف، الحاجه الوحيده اللي هو يمتلكها. دي اهم لاي بني ادم في الدنيا يعني. الشرف يا هو طبعا عشان يفقد الثقافه التربويه السليمه. الثقافه ده تماما مع حضرتك في الكلام ده. بالزبط. بس اهم جزئيه كانت بالنسبه له هو الراجل، ورغم كل الاتهامات اللي توجهت له من المجتمع اللي هو عايش بين الناس السكان اللي هم عايشين حواليه، الناس الفئه بتاعته، بدليل ان هو بعد ما قتل الولد رجع على طول قال انا قتلت. ايوه رجع خرج. هو فندم يعني. ممكن تحكي لنا على الواقع كده في اقل من دقيقه؟ الواقع في اقل من دقيقه حضرتك بالنسبه لعلي، علي زي ما قلت لحضرتك ساكن في منطقه شعبيه، جت بنته، وانتوا دي كانت معرضه لواحد اللي هو المجني عليه، جه اتعرف عليها وخدها ثلاث ايام. فالاب لما رجعت له طبعا الاب الشاب غيظ، وطبعا ازاي انت كنت فين، والناس اتكلمت علينا، وبدا اللي هو طبعا يعني يهاجمها او يضربها. فقالت له الموضوع هيتلم وهيتجوزوا. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. الف 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 مليون حضرتك شكر لحضرتك على المكالمه والمداخله المداخله الجميله، وانت برضو بتوضح وبتاكد على كلام برنامج كتاب مفتوح. شكرا لحضرتك. احنا بنقول يا محمود ان لازم اولا واخيرا تربيتنا لاولادنا، احتوائنا لاولادنا، سمعنا ليهم لازم ضروري قبل ما المصيبه تحصل. طيب طبعا النهارده كنا معاكم في صفحه جديده. الوقت طبعا مفتوح. بيجري كالعاده. الوقت بيجري مننا، نفسنا نقعد معاكم اكتر من كده، وانتظرونا في صفحه جديد في كتاب مفتوح الصفحه الجايه في الحلقه القادمه.
سلام عليكم.